قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها ستبدأ في العودة لاستخدام جوازات السفر التقليدية ذات اللون الأزرق الشهر المقبل بدلاً من جوازات سفر الاتحاد الأوروبي ذات اللون البورغندي والمستخدمة منذ عام 1988. وتمثل العودة لاستخدام جوازات السفر الزرقاء إحدى نقاط الفخر لبريطانيين كثيرين صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى عام 2016، حتى على الرغم من أن شركة فرنسية هولندية هي التي ستتولى إعداد جوازات السفر الجديدة.